يعني أنتم تراقبون هذه النسخة الحكومية الجديدة. أود أن ندخل في البداية على مستوى الأداء الحكومي والبرلماني في هذه النسخة الجديدة، هل هو مطمئن أم ما زالت الخطوات تسير بحذر؟ وكنا نأمل أنه تكون يعني هذه الحكومة تصير بشكل آخر. يعني منذ بداية تأسيس الحكومة واضح أنه هناك بعض الوزراء الذين اختارهم هو رئيس الوزراء، وهناك وزراء فرضوا على رئيس الوزراء، وتقبلنا هذا الأمر في البدء على أساس أنه يجب أن يعطي نوع من المرونة حتى يسير إلى الأمام. نعم، ولكن هذا الموضوع للأسف أصبح مزعج بشكل كبير جدا ومقرف، بحيث أن المحاصصة أصبحت في أسوأ حالاتها. يعني نزلت إلى أقل مستوى في كل وظيفة من الوظائف يجب أن تكون هناك محاصصة. طبعا المحاصصة كانت في السابق أيضا موجودة، ولكن يبدو أنهم تعلموا عليها وتدربوا عليها بحيث أصبحوا يتفننون فيها ويركزون عليها بشكل أكبر، فانتقلت المحاصصة إلى تفاصيل التفاصيل في موضوع الوظائف الموجودة في الدولة العراقية. طبعا واحد يضحي أحيانا في أنه وزير يجي وزير يروح، لكن بناء المؤسسات لا يجوز أن يبنى على أساس المحاصصة بهذه الطريقة. يعني كيف تستطيع أن تبني أنت مؤسسات يجب أن تتابع لدورات أخرى وليس لهذه الدورة فقط، ويجب أن تؤسس لبناء للمراحل القادمة وليس لمرحلة معينة وتنتهي ويجي واحد بعدك. هذا الموضوع إذا استمر بهذه الطريقة صدقني لا مجال لبناء هذا البلد وتطور هذا البلد، وسنبقى يعني نتراجع إلى الخلف إلى أن يزهق من عندنا حتى المجتمع الدولي ويقول بعد خلص لو ما أريد أتدخل في هذا البلد، لو أضع قيود عليه بحيث يعني عاقبة مثل ما صار بالمرحلة يعني اللي نشوفها الآن حاليا من البنك الفدرالي والخزينة الأمريكية.